السلام عليكم. ازي حضرتك يا بيه؟ السلام ورحمة الله اهلا وبركاته. يا حاج موسى. حوشة النضال بقرية عمرو بن العاص. حوشة نضال قرية عمرو بن العاص. كلمت حضرتك للمرة الخامسة لي. كان بخصوص ايه؟ وتواصلنا مع السيدة مفيدة الخولي وكيلة الوزارة ووكيل وزارة الري. وما فيش ادنى اهتمام يعني بالمسجد ده، ان هو مرتفع ومش عايز ياخد يعني مش عايز يعينوه او يصلحوا لنا الماسوره اللي لا هم عملوا المسجد ده كان اسمه ايه؟ اسمه مسجد النضال. مسجد النضال، المسجد النضال ده اتعمل له معاينه بعد ما احنا اتقدمنا بهذا البلاغ. حضرتك يا بيه انا اتصلت امبارح اول امبارح بوكيل وزاره الري، قال لي ده مش مشكلتنا، انت مشكلتك عند مدير الجمعيه. مدير الجمعيه كلمناه. مش ده مسأ مسأ ده مسأ خاص يا حاج موسى؟ مش ده مسأ خاص انتوا اللي عاملينه؟ لا ده مسجد عاملاه الهيئه اللي سلمتنا الاراضي. ايوه يعني شوف حضرتك، احنا دلوقتي لو واحد بنى له يعني بيت 200 متر على ارض زراعيه بيعتبر تعدي. يا ريت فريق الاعداد تبقى معانا المهندسه مفيده الخولي وكيل وزاره الزراعه، بحيث ان يعني تسمع الحاج موسى للمره الخامسه الراجل بيكلمنا، وللمره الخامسه الراجل عشمان ان مشكلته تتحل. وانا عارف ان المهندسه مفيده بتتابع، لكن احنا عايزين حل، عايزين نعرف ايه السبب ان مسأ نضال ده هو محتاج ان هو يتم رفع وزنه الارض بحيث ان الميه توصل. يعني حضرتك الارض تقعد مستحمله عطش كام شهر، واحنا زرع عطشان والشتوي عدى من مينا ومش عارفين نزرع. بيزرع مساحه بيروي مساحه قد ايه؟ 678 فدان. معتمدين على مسأ نضال ده بس؟ هو بس دي يعني دلوقتي عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني 678 فدان المصدر الوحيد للميه بتاعتهم اللي هو المسجد ده مسأ نضال؟ ايوه هو مسجد نضال قاعد جبل زي ما هو، ما حدش يعني كل يروح يجي مره بيسيب الارض عشان خاطر الزرع ما بيرجعش الزاويه اللي بعديها. ايوه طيب. والحته الثانيه بحضرتك، هو القانون بيطبق على الفلاح لو بنى له 100 متر وما بيطبقش على اللي هم القائمين على النظام، وهم متعدين على 378 فدان، واللي هم القائمين على نظام الزراعه في المشروع ده، المراقب العام اللي هو حمد الكاشف ومهندس الري، هم اللي يعتبروا متعدين على المساحه دي ومش عايزينها تتزرع، احنا عايز ناكل عيش وعايز ننتج، يعني الواحد لو بيتعامل مع دوله حريصه على الانتاج وحريصه على المواطن كان في نفس اليوم المعاينه وهي ماسورتين، وبنقول له احنا حملنا خدماتها، يعني انت تدفعها كاش من ميزانيه الجمعيه واقسمها من قبل تخشيط على مدار السنه كل شهر مثلا 100 جنيه من خدمات صرف الكيماوي. هو الاختلاف دلوقتي على ان هم بيطلبوكوا المبلغ بالكامل بتاع الصيانه. مش بيطالبونا بيه، هم اصلا مصممينه غلط، واحنا زرعنا عليه على اساس. طيب دلوقتي هو متصمم غلط، ردهم ايه بقى؟ ردهم ايه دلوقتي؟ ردهم حاضر هنعاين لما نطلع الحفار لما نجيب كذا، بيخضرونا بكلام والزرع يا بيه حضرتك، يعني نروح نطبطب على الزرع نقول له معلش اصبر معانا شويه، ده احنا عايز ناكل عيش وعيالنا هيتشردوا. طبعا يعني انا مقدر الكلام اللي حضرتك بتقوله لان ده كلام خطير جدا، ولكن انا عاوزك تثق ان الدوله بتتابع كل المواطنين الان، وانا عشان اؤكد لك ان الدوله بتهتم بيك، انا مسأ نضال ده ان شاء الله في خلال حلقه بكره هيكون معايا متابعه جيده جدا وهنوصلها لاعلى المستويات، بحيث اعرف ايه السبب ان احنا مش عايزين نوصل الميه لهذه الاراضي. حضرتك يعني شبهت تشبيه قوي جدا لما قلت انا بعتبرهم بيتعدوا على ارضنا. ايوه بيتعدوا ليه؟ بيتعدوا فعلا بتعدي اللي بيحرم ارضك ان هي توصل لها الميه هو بيتعدى على هذه الارض. لا يعني انا لو بنيت 100 متر هاخد 3 سنوات و300 الف جنيه غرامه وعلى عين والراس القانون بيتطبق، لكن عند المسؤولين القانون بيضرب لهم تعظيم سلام. طيب يا حاج موسى انا هتابع لك مسأ نضال وهرد على حضرتك ان شاء الله، شكرا جزيلا يا حاج موسى.